نعم، باسمكم جميعا مباشرة مرحب بوضاح أحمد جمعة المختص القيادة في القرى الكريمة. السلام عليكم وضاح. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وإن شاء الله يوم سعيد ويوم مشرق وقيادة راشدة إن شاء نعم نحن الله مسعدين في جدا كل والله. المجالات، نعم الذي يقود سيارته والذي يقود مؤسسة والذي يقود بيتا والذي يقود مصنعا والذي يقود بناء والذي يقود كل شيء، إن شاء الله يكون رشيد في هذا نعم اليوم، نسأل الله إن شاء ذلك. الله بإذن الله تعالى. طيب أستاذنا وضاح أحمد جمعة المختص في القيادة في القرآن الكريم، بلا شك القرآن أنزل ليكون لنا دليل في الحياة ومنهج، ما إن التزمنا به فسنفلح في هذه الحياة بلا شك. لكن أنا أريد أن نبدأ بزاوية أخرى وهي زاوية الرشد. يعني يمكن الإنسان بلا شك هو مزود بهذا العقل الذي ميزه الله سبحانه وتعالى به عن المخلوقات الأخرى، فهل كل من له عقل هو راشد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لهذا الدعاء والعمل به، عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. الرشد اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى من أسمائه الرشيد، والرشيد هو الذي يرشد الخلق إلى مصالحهم وإلى ما يصلحهم. والمنهج الذي أنزل الله سبحانه وتعالى للناس ليهتدوا به وليسيروا به حياتهم هو القرآن الكريم. والجن عندما استمعوا له قالوا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. ولذلك ليس كل إنسان له عقل هو رشيد، حتى العقل له درجات في الإدراك، له درجات في الوعي، له درجات في الفهم، له درجات في التصرف. فمن درجات العقل العقل الوازع الذي يزع الإنسان من أن يفعل شرا أو الذي يميز به، والعقل المميز والعقل المدرك الذي يدرك الأشياء، والعقل الحكيم الذي إذا أوتيه الإنسان أوتي خيرا كثيرا. ولكن أعلى درجة من درجات الكمال العقلي أن يكون الإنسان راشد، يعني أعلى قيمة بالنسبة للعقل أن يصل إلى مرحلة الرشد، أو أن يصل الإنسان إلى التصرف الرشيد أو التصرف الراشد. ولذلك ليس كل إنسان له عقل هو إنسان راشد، وليس كل بالغ هو إنسان راشد. ولذلك هذه الآية تذكرنا بذلك، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. يعني ابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا، يعني ليس كل إنسان بالغ ولا كل إنسان مميز هو إنسان راشد. نعم. يعني ما كل، يعني هنالك فرق بين سن البلوغ وسن الرشد أو بلوغ الرشد، لأن طيب بلوغ الرشد هو درجة. بس عشان نوضح أكثر. نعم. الشيخ وضح، يعني أنا طبعا قصدت هذا السؤال. نعم. إنه هل كل صاحب عقل هو راشد؟ نعم. وانت الان اكدت نفي ذلك. نعم. فياريت لفائدة المشاهدين وفائدتنا جميعا، يعني ما الفرق ما بين العقل والرشد؟ نعم، فالانسان ممكن يكون انسان عاقل، لكن الانسان الرشيد هو الذي يضع الامور في نصابها الصحيح. ولذلك ما كل انسان عنده، يعني العقل الله سبحانه وتعالى يتحدث عنه كثيرا ويتحدث عن تصرفاته، ولكن الرشد ده هو مطلب اساسي لكل انسان، وهو درجه من الكمال العقلي ومن الكمال الانساني ومن الكمال الايماني. حتى الايمان يتدرج به الانسان، اخر مرحله يصل لها هي ان يكون راشد. ولذلك ولكن الله حبب اليكم الايمان واحد الدرجه الاولى، وزينه في قلوبكم درجة، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، بعد ذاك الإنسان يصبح راشد، أولئك هم الراشدون.
ولذلك حتى أصحاب الكهف لمن لجأوا يطلبون الرشد. وحتى الله سبحانه وتعالى عندما تحدث عن إبراهيم قال: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. يعني ملك الله سبحانه وتعالى وسيلة الرشد أو الرشد في التصرف أو الرشد في العقل. ولذلك بعد ذلك بدأ يتصرف وبدأ يأمر وبدأ ينهى وهكذا. ولذلك الرشد ده قيمة لا يبلغها الإنسان من أول يومه في الدراسة، ولا يبلغها من أول يومه في العمل، ولا يبلغها من أول تجربة، ولكن بالتجارب وبالحكمة وبمفهوم فهم الإنسان للقرآن يستطيع أن يصل إلى مرحلة الرشد. لأن القرآن مجموعة معارف، فعندما تستوعب هذه المعارف تستطيع أن تكون راشد في تصرفاتك. نعم. طيب نمشي للجانب الثاني، ممكن يكون مكمل لجزئيتك اللي انت بدأت بها، مسألة القيادة الراشدة. طبعا هي من البرامج الجديدة والمبتكرة واللي بتسهم في تمليك الجيل الحالي مجموعة من المهارات والقيم. تعريف شنو، ما هي القيادة الراشدة كتعريف ومدخل؟ نعم، طبعا نحن لنميز بين القيادة الراشدة والقيادة الفاسدة بالنتائج والتصرف. يعني ضد الرشد، ما هو ضد الرشد؟ ضد الرشد الضرر والزلل. قيادة راشدة قيادة فاسدة، قيادة راشدة قيادة شريرة، قيادة راشدة قيادة باغية، قيادة راشدة قيادة معتدية. ولذلك أنا أرجع إلى قول الأخ، والفرق بين القيادة الراشدة والقيادة الغير راشدة شنو. ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما تحدث عن تجربة فرعون ويعطينا تصرفاته، هو قائد وعنده عقل ويدبر ويدير ويتصرف، لكن تصرفه غير رشيد. ولذلك فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد، وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة. فهنا يقود الناس، إذا عرفنا القيادة هي تحريك الناس نحو الهدف. لكن الإنسان الغير راشد أو القائد الغير راشد يحرك الإنسان نحو الفساد، أو الناس نحو الفساد، أو يحرك الناس والمجتمع نحو الضرر، أو يحركهم نحو الشر، أو يحركهم نحو البغي والاعتداء على الآخرين، والاعتداء حتى على مال الآخرين، أو اقتطاع أرض الآخرين، أو التعدي على الآخرين. سميه ما شئت من أنواع الفساد، سواء كان فساد على المستوى الصغير أو على المستوى الكبير. ولذلك الفرق بين القائد الفاسد والقائد الراشد أن القائد الراشد يدير بحكمة ويتصرف بحكمة، ودائما القائد الراشد قائد يقود نحو الخير، قائد يقود نحو الإصلاح، قائد يقود نحو النماء، قائد يقود نحو التقدم، قائد يقود نحو الهدايات، يعني يهدي الناس إلى كل هذه الأشياء. ولذلك القائد الراشد هو الذي يجمع بين خيري الدنيا والآخرة، أو يجمع بين المعارف الإسلامية والمعارف الإنسانية، ويصب كل هذه المعارف في خير المجتمع، ويسوق الناس نحو الهدايات الأرشد والأوفق، فيصبح إنسان راشد بنتائجه الإيجابية، وإنسان فاسد بنتائجه السلبية. طيب جميل، ده تطواف شامل وكامل على كل الرشد والقيادة الراشدة بشكل عام. لو حاولنا انه نفصل وندي جزء من المعاني اللي لها علاقة مباشرة ممكن بأحد من الناس الذين يشاهدوننا الآن، نسأل عن مستويات القيادة الراشدة، إلى أي مدى يعني تكمن أهمية وجود قيادة راشدة على مستويات من البداية إلى الأمة بشكل عام؟
طيب مستويات القيادة الراشدة أول حاجة بتكمن في التخطيط. لا تكمن انا اقصد استاذ وضاح، عشان نعم يعني اطرح سؤالي بطريقه اخرى، هل كل الناس اللي بيشاهدونا الان ممكن لهم علاقه بموضوع القياده الراشده؟ طبعا طبعا، أي زول بيشاهد الآن عنده علاقة بالقيادة الراشدة، لأن أي إنسان بيشاهد الآن، يعني نبدأ من المرأة في البيت، نبدأ من الإنسان الذي يقود السيارة، نبدأ من الإنسان الذي يقود المؤسسة. فإذا كان أنا الآن خارج من البيت وأنت خارج من البيت وكلنا خارجين من البيت، أعطيت إنسان مال، أفرض أنك أديته مصروف يومي، القيادة الراشدة هي التي تفصل هذا المصروف اليومي حسب الأولويات. وإذا بدينا بالأولويات سنبدأ بالضروريات والحاجيات والتحسينيات. يعني إذا أنت الآن عندك وجبة فطور، وجبة فطور إذا دارين نشوف فيها الرشد، هنبدأ بالضروريات وبعد ذاك من أجل الحاجيات ومن أجل للتحسينيات. إذا افترضنا أننا نريد أن نوفر الضروريات، قطعا في وجبة الفطور نوفر، إما نمشي نجيب فول وعيش، وإما نعمل عصيدة، وإما نعمل كسرة، وإما نعمل قراصة، وبعد ذاك نوفر معها الملح، دي ضروريات. فالإنسان الراشد هو الذي يرتب الأولويات حسب الضروريات. حتى الطفل الراشد الذي أعطي مصروفا وهو الآن في المدرسة يرتب الأولويات حسب الضروريات، يعني شعر أو لم يشعر، يعني هو في 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 حالة قيادة، لا بد أن يكون حتى إدارة راشد. إدارة خليل للحوار، نوع من الرشد القيادي في فيما يتعلق بالحوار البرامجي طبعا. وبالتالي يعني لأنه هو يوجه الحوار لمصلحة المشاهد الكريم ومصلحة المستمع الكريم. وبالتالي نحن عندما ندير حواراتنا برشد نديرها لمصلحة الذي يسمعنا. كيف يستفيد من هذا الحوار؟ كيف يستفيد من هذه الأنفاس؟ كيف يستفيد من هذا النفس؟ ولذلك نحن نرجع للقيادة الراشدة ونبدأ بأسرتنا الصغيرة. إذا ترتيب الأولويات بيعني الرشد. إذا كان أنت ما وفرت الفطور وطوال قفزتها، يعني عندنا طفل اديناه مصروف يومي، نعرف راشد وغير راشد كيف؟ اديناه 50 جنيه، ال50 جنيه دي يشتري بها ساندويتش ويأكل نفسه ويفطر، بعد ذاك ممكن يشوف التحلية والحاجات الثانية. لكن قبل ما يعمل ده هو جاء راجع من البيت وما فطر، وقام اشترى له عربية عشان يترفه بها مع زملائه، وجاء يتضور جوعا، ده إنسان غير راشد. وكذلك المرأة في البيت إذا رتبت أولوياتها سدت الضروريات. فأنا ضربت ليك بالفطور أنه فيه ضروريات، الضروريات الأكل أول حاجة، بعد ذاك بنبدأ الشرب. الشرب ذاته فيه ترتيب بتاع أولويات، يعني إذا بعد الفطور ممكن يكون الشاهي أو الجبنة، وبعد ذاك ممكن يكون البارد حسب أولوياتك أنت. إذا بتشرب شاهي وطوالي قفزت للبارد، اشتريت بها بارد وما وفرت حق السكر والشاي ومسكك وجع راس بعد شويه، فانت انسان غير راشد لانه ما قادر ترتب اولوياتك. نعم، هنا بتظهر لنا مبدا انك القدره بتاعت التصرف العالي على المواقف على حسب ما انت ما تملك من 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 شيء من اشياء. نعم. ده بيقول لنا مثلا دور المؤسسات التعليميه. نعم. في التنبيه والانتباه الى تخريج جيل ناهض قياديا، او حتى يعني رعايته وتعهده بالاهتمام. نعم، فالمؤسسات منوط بها أن تضع رؤية فيها قيم ومعارف ومهارات. يعني أحيانا ممكن نركز على المعارف ما نركز على القيم، وأحيانا نركز على القيم ما نركز على المعارف، وأحيانا نركز على الاثنين وما نركز على الثالثة. فالمؤسسات محتاجة تضع محتاجين والآن شغالين في ده، قيم ومعارف ومهارات ليصبح الإنسان بعد ذاك راشد في تصرفه، وهذا من خلال ترسيخ المنهج الذي يربي الإنسان على الرشد، المنهج الذي يربي الإنسان. ما قلنا الرشد ضد الفساد، والرشد ضد الضرر، والرشد ضد الشر. ولذلك أنا عندما أغرس في الإنسان قيم ضد الكذب، يعني لا تكذب، إنه في طفل صغير وقام كسر الزير وأمه جاءت داير تضربه، فقالت له من الذي كسر الزير؟ قال كسرته أنا، وبالتالي أمه ما ضربته، قال له لأنه أنا داير أعاقبك لكن ما عاقبتك لأنك كنت صادق. فغرست فيه القيمة بتاع الصدق، وهذه القصة يقراها الطفل في المدرسة، ولذلك بتربي فيه قيمة الصدق وقيمة المصداقية.
ايضا المراقبه الداخليه، انه يكون انسان عنده ضمير. الحاجه الثانيه الرشد يصبح من خلال التعامل مع الوالدين، ويترسخ هذا من خلال الاحاديث التي يتلقاها الطالب في المدرسه او في المؤسسه التعليميه. امك ثم امك ثم امك ثم ابوك، هذا يرسخ في قيمه التعامل مع الام وقيمه احترام الام. واذا استطعنا ان نرسخ هذه القيمه في حياتنا وفي معاملاتنا، نستطيع ان نرسخها مع كل انسان كبير وكل انسان له فضل، فنصبح شاكرين لكل من يكبرنا او من يتفضل علينا بنعمه. واعظم نعمه انه الانسان يشكر الله سبحانه وتعالى، ثم الوالدين ثم الاباء. فاذا المؤسسات لها دور كبير جدا في ان تغرس في الانسان ان يكون راشد في تصرفاته. جميل. طيب يمكن ابو بكر، الان العالم كله بيعرف ماليزيا باعتباره واحده من الدول اللي في يوم من الايام كانت دوله عاديه جدا او ربما تكون فقيره يعني، والان اصبحت دوله يشار اليها بالبنان. وما ياتي الحديث عن القياده الراشده والا يذكر النموذج الماليزي اللي يعني مشى على مستويات مختلفه، ابتداء من الفرد مرورا بالمجتمع وصولا الى الدوله ككل، والان اصبحت نموذج يعني يحتذى في الجانب ده. حتى وضحت اتحفز بعد ده، بعد أيوة. ده سكت بعد ده غيرت لي ماليزيا بعد احنا نسكت. طيب كده عبد الله استجب بعد يعني كلمنا عن ايوه يعني عشان نحن نقرا ال 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 الصفات اللي كانت موجوده على الفرد الماليزي كمواطن يعرف جوانب التنميه البشريه اللي اهلته في النهايه ووصلته للوضع اللي شايفينه كلنا نحن الان. والله جزاك الله خيرا. احنا اخر زياره لمهاتير محمد للسودان كان الغى محاضره في جامعه افريقيا العالميه، والحمد لله كنت من ضمن الحضور ومن الذين كتبوا محاور المحاضره، ممكن تكون هي 13 محور او اكثر او تزيد، ولعلها كانت بنفس العنوان تقريبا، بنفس العنوان القياده الراشده. فكانت كان العنوان الحكم الراشد واثره في التسريع بالتنميه الشامله. الحكم الراشد وأثره في التسريع بالتنمية الشاملة، ليس تنمية حسب، إنما يسرع في التنمية الشاملة. وضرب أمثلة كثيرة جدا إنهم كيف كانوا راشدين وكيف استطاعوا أن 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 يسرعوا بالتنمية الشاملة من خلال هذا الرشد، من خلال هذا الرشد ومن خلال القيادة الراشدة ومن خلال تربية المجتمع ومن خلال تعليم المجتمع ومن خلال محاربة الفساد ومن خلال محاربة المحسوبية ومن خلال جعل المجتمع كله يعمل من أجل رؤية موحدة، وهي ترتفع بالإنسان وترتفع بالناس إلى الأمام. فمن ضمن الحاجات التي ذكرها أول حاجة محاربة الجهوية ومحاربة العنصرية ومحاربة المشكلات التي تحدث نتيجة للغرور أو نتيجة للأنا. أحيانا الإنسان يكون مغرور بقبيلتي، أحيانا يكون مغرور حتى بديني، أحيانا يكون مغرور بمذهبي، أحيانا يكون مغرور بجغرافيتي، أحيانا يكون مغرور بأرضي. فهذه تضعف ولاء الآخرين، تحدث كثير من المشكلات. أيضا من الأشياء التي ذكرها الاستقرار، ومن الأشياء التي ذكرها الأمن، ومن الأشياء التي ذكرها السلام. وذا قال عندما أحدثنا الأمن والاستقرار والسلام جاءنا المستثمرون. وبالتالي نربط هذا بالقرآن الكريم، لإله في قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فهذه الصورة تتحدث عن 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 الأمن وأثره في التسريع بالتنمية الشاملة. لما يكون في أمن في ازدهار، يكون في تجارة، يكون في عمل، يكون في حركة، يكون في رحلات. ولذلك رحلة الشتاء والصيف هي يعني رحلات اقتصادية، تجارة موسمية يعني مرتبطة به،
تجارة موسمية ممكن تسميها تجارة إقليمية. نعم. يعني شتاء والصيف يسووا إلى اليمن يسووا إلى الشام، وهذا لا يحدث إلا بقيمة الأمن. فعندما يكون أمن تمشي الجزيرة، تمشي الشمالية، تمشي دارفور، تدخل وتطلع، أنت بتكون آمن في مالك، آمن في أولادك، آمن في نفسك. ولذلك هذا يتزامن مع خريفنا الآن المغدق، خريفنا المغدق الآن. نحن الحمد لله، يعني إذا مشيت بالنيل تشعر أن الله سبحانه وتعالى هو الكريم وهو العطوف وهو الرؤوف، تشعر بهذه النعمة، نعمة الخريف. نعم. ولذلك هذه النعمة تستطيع أن تستفيد منها عندما توفر الأمن، عندما توفر الاستقرار، عندما توفر الانسجام بين كل المجتمعات، عندما يعني يكون في ابتعاد كده عن الحروب وعن هل هذا يمكن أن يأتي إن لم تكون هناك أهداف، وأهداف واضحة، مش أهداف ساي، يعني أهداف واضحة، والكل يعمل من أجل الوصول لتحقيق هذه الأهداف؟ وطبعا بيقول لك من لا هدف له لا يستطيع الوصول إلى شيء. يعني انت ما عندك هدف ما بتقدر تصل لحاجه. حتى في التخطيط يقول لك افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى ام من يمشي سويا على صراط مستقيم. فالانسان اللي بيمشي سوي على صراط مستقيم هو انسان عنده اهداف، واهداف واقعيه، اهداف طموحه، اهداف قابله للتحقيق، وبالتالي يستطيع ان يحقق هذه الاهداف ويستطيع ان ينهض بها، وبالتالي الانسان بهذا يكون راشد في تخطيطي، راشد في تنفيذي، راشد في أهدافي. يعني إنسان إذا بيجي أهداف غير واقعية، أهداف غير قابلة للتحقيق، أهداف نوع من الخيال، ما بيكون يصل لشيء. وبالتالي إنهم وضعوا أهداف، والقيادة الراشدة دائما بتضع أهداف للناس. والقيادة الراشدة، القيادة هي تحريك الناس نحو الهدف. فالقيادة الراشدة تضع أهداف وتحرك الناس نحو الأهداف. لذلك حتى لما نرجع لسيرة، وأنا أستمع لهذا الرجل وأكتب مما يقول، أستلهم سيرة سيدنا عمر بن عبد العزيز. دائما سيرته يعني فترة الحكم ما كانت طويلة، ما كانت متطاولة، كانت فترة قصيرة، شهور فقط، ممكن تكون سنتين، لكن في هاتين السنتين تحققت أهداف اقتصادية، تحققت أهداف في الشورى، تحققت أهداف في الحكم الراشد، تحقق السلام الاجتماعي، تحقق الأمن الاقتصادي. ولذلك حتى يعني من المبالغات في هذه الفترة يقول إن عمال الزكاة ما لقي مساكين الدوم، لأن الناس حصل لهم غنى، حصلت لهم قناعات وسعة، يعني وسعة في الرزق، وإنسان أصبح قنوع بما عنده، وقل الغلاء، قل الغلاء، لأن البركة لمن تحدث والقيادة لمن تكون راشدة، الله سبحانه وتعالى يبارك في العمل ويبارك في المجهودات ويبارك حتى في الأسعار. نعم. يا سلام. طيب نمشي للقائد، القائد المربي. نعم. ودوره في التغاضي عن النقاط السلبية ونقاط الضعف وتقوية الضعيف. يعني دائما غض الطرف على الحياة السالبة، وركز على الجوانب والشق الإيجابي من أي عمل بينجز الشخص اللي بيرعاه إنه يكون قائد. والله طبعا هو أحيانا السلبيات ما بتغض الطرف عنها كلها، ولكن كمان ما بتبقى إنه أي سلبية أنت لازم يعني تنبه الزول وتعلق عليها، يعني بتبقى زول نكتي. لذلك يعجبني هذا البيت، ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي. يعني بعض من الأخطاء تتغابى فيها، وبعض من الأخطاء لابد أن تنبه الإنسان، وهي عبارة عن نقاط ضعف أو عبارة عن نقاط مظلمة، يقوي نقاط الضعف لتصبح له نقاط قوة. ولذلك القائد الراشد دائما هو قائد هادي يهدي الناس إلى الطريق المستقيم، أو هو إمام، أو هو أسوة حسنة بالألفاظ القرآنية، الهداية والإمامة والقدوة الحسنة والتأسي.
ولذلك القائد الرشيد هو كما قلنا رؤوف، رؤوف هو الحاجة كما ذكرنا في الحلقة السابقة، رؤوف الرحيم. فالرأفة دائما تأتي أنك بتكون شفقان على الإنسان، إنه يا أخي أنت والله لو بتعمل أنت لو مثلا يعني نجيب في التربية الأسرية الرشد الأسري، تخيل إنه الطفل أو التلميذ جاب مثلا 60% ضعيف في الرياضيات، ضعيف في إنجليزي، وأنت قائد نعرفك راشد كيف؟ طبعا الزول المرة يقول له أنت زول بليد وإنسان غبي وما بتقرأ وكده، لكن الإنسان الراشد بيقول والله خلاص ممتاز في القرآن الكريم نجحت ما شاء الله، في الإنجليزي نجحت، في الرياضيات عندك مشكلة في الرياضيات، طيب ورينا نشوف حل لك يا سلام، يعني تشركوا معاك في الحل، نحن الآن دايرين نشوف حل بهدوء زي ما ذكرت، بهدوء بهدوء شديد، وخفف عنه ذاته المسألة بتاعت إنه ما نجح أو ما حقق نسبة أو درجة كبيرة، عقدة الفشل صحيح أو عقدة الذنب، لأن أحيانا الإنسان بعقدة الفشل وعقدة الذنب أحيانا أنت بتكره المادة لأنه في إنسان يعني أنت فشلت فيها، بالتالي في إنسان عزز فيك الجانب السلبي للفشل، عزز فيك أنك أنت ما بتنجح وأنت بليت وغيرها. فنحن أخواننا عشان نقود أسرنا ونقود مؤسساتنا ونقود حياتنا برشد، لابد أن نقوي نقاط القوة ونقلص نقاط الضعف، نقلص نقاط الضعف في الناس، وبالتالي انه نقاط القوة والله هنا ممتاز هنا ممتاز هنا ممتاز، لكن هنا انت ضعيف، طيب دي نحلها كيف؟ خليه اشركه معاك في الحل، ممتاز. يقول لك والله انا بذاكر، طيب الحل الثاني بمشي لأستاذ، الحل الثالث مع زميل لي، يعني كده خليه يعني شوف خطوات ممكن تكون عملية، خطوات عملية هو يكون جزء منها، هو يكون جزء منها، لأن الفكرة اللي من تنبع منه ما دي الشورى يا إخوان، صحيح عارف الشورى في القيادة دي ما حاجة فوق كده، لازم يكون عندك برلمان كده، لا الشورى دي هنا يعني أشركت معاك في الشورى، أشركت معاك في الأمر، جعلت منه إنسان يساعد في حل المشكلات، يفكر في حل المشكلات، يظهر انه هو مهم ايضا عنده دور في انه يقوم بحل المشكله، نعم لانه هو جزء من المشكله، فلا بد ان يكون جزء من الحل، لا بد ان يكون جزء من الحل. فهنا نحن يا اخي الكريم عبر مؤسسه البيت ممكن نربي انسان راشد، انسان يفكر في الحل، انسان يفكر الى الامام، انسان يفكر ان لا يضر نفسه، انسان يفكر ان لا يضر بالمجتمع، وبالتالي اقول له اتخيل الموضوع ده يتحلك له شنو، خليه يديك حلول، ممتاز صوب هذه الحلول، نعم. فبالتالي اخي الكريم انه الانسان القائد الراشد هو الذي وجعلناهم ائمة يهدون بامرنا، مؤسسة نعم. الاسرة دي كويسة يا اهلا شديد لاننا نخاطب اسر، نعم. فاذا ارتقينا بالفرد وارتقينا بالاسرة استطعنا ان نرتقي سيرتقي المجتمع ككل، نعم. نعم، وتتابعنا أسر كثيرة جدا، نمشي للخطوات والقواعد والمهارات اللي بيكتسبها المشاهد خطوة أخيرة حتى نتحصل على جيل راشد، ما هي الخطوات؟ يعني ممكن حتى إضافة على هذا السؤال أو وكر بطريقة عملية، كيف أكون قائدا لنفسي؟ والله شوف يا أخي الكريم، نحن عشان الإنسان يكون قائد لنفسه نبدأ مجموعة خطوات. أول خطوة الأولى يا أخوان، الإنسان عشان يكون قائد لنفسه في مجال تطوير الذات، الإنسان لازم يا أخوان يطور ذاته، يعني تكون قائد لنفسك يعني لازم تقود نفسك، الروحانيات دي محتاجة للتطوير، يعني قراءة القرآن محتاجة انك تطور نفسك معه، محتاج تطور نفسك في الصلوات، محتاج تطور نفسك في الصلوات الجماعية، لازم تواظب على هذا. الحاجة الثانية كيف تقود نفسك حتى في المصروف، مصروف البيتي، كيف تقود نفسك في الانتاج، يعني الانتاج اليومي بالنسبة لك انت. احنا اخواننا الان عندنا مناسبة، تعرف عندنا ازمة كده بتاع فاعلية، يعني واحد بيشتغل له ساعتين وبيمشي بينهم، ويمكن تكون الوسائل حتى متاحة يا استاذ وضاح، يعني الان انت لو عايز تعرف اي معلومة بتلقاها متوفرة، بتلقاها متوفرة، فتقوم تطور نفسك في هذا الجانب. الحاجة الثانية احنا برضو ايضا يعني عشان نكون راجدين حتى في التصرف، اخواننا بالمناسبة تعرف التصرف دايما تصرف، الرشد جمع المال، احنا عندنا اكبر مشكلة في التصرف المالي او عدم الرشد المالي، فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم، قدرة تصرفية او حكمة في ادارة المال، يعني بالواضح كده اخو بكر اوريك الحكاية دي عملية، اذا داير تعرف الكلام ده زوجتك ادها المرتب، ادها المرتب
ده المرتب بتاع الشهر ده. تدبير لاخي. ها؟ تدبير. ما تدبير منزلي. فإن آنستم منهم رشدا يعني أنت لو عارف أنها هي بتدبر المنزل ده من اليوم الأول لحد نهاية الشهر ممكن تديها المصروف كله. فإن آنستم منهم رشدا. لكن الفقهاء قال شنو؟ عشان ما تدقس دقسة كبيرة زي ما بيقول الجماعة. عشان إنسان ما يغلط غلطة كبيرة. فبالتالي قال تديه جزء من التصرف في مالي. وتشوف وجوه تصرفي وجوه صرفه كيف تمتحنه تختبره بالبسيط. إذا قدر ينجح فيه تزيد له الجرعة تاني. إذا قدر ينجح فيه ممكن تدي له كله. طيب نحن نفصل في الموضوع ده أكثر إن شاء الله يا أستاذنا وضاح يعني في فترات اللقاءات الجاية إن شاء الله. ممكن تكون دي نوافذ لكلام كثير جدا ممكن نشوق السادة المشاهدين للانتظار ومتابعة إن شاء الله لقاءات قادمة معك من خلال فقرة مع نرتقي. شكرا وضاح. جزاكم الله خير. شكرا جزيلا كثير إن شاء الله. بارك الله فيك. إنت خليل ابن القروش وريق الرشد الصح صح. لا خليها معايا أنا بنايمه.